بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم قراءة في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييكم. وقفنا فضيلة الشيخ في لقائنا الماضي على بعض ما بينتم من مقدمة مؤلف المختصر، وسبق في شرحكم لذلك حديث عن تعريف الفقه قوله فهذا مختصر في الفقه. ذكرتم في التعريف قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهل يفهم من هذا الحديث أن من لم يفقه في الدين فربما حرم من إرادة الخير؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنعم، ما تفضلتم به صحيح، وهو أن من لم يفقه في دين الله فهذا دليل على أنه قد حرم الخير، إذا كان ذلك بسبب إهماله، إذا كان عدم فقهه بسبب إهماله وعدم اهتمامه بهذا الأمر. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل غيث أصاب أرضا منها طائفة أجادب أمسكت الماء فارتووا الناس منها، وطائفة أمسكت الماء وأنبتت الكلى وهو العشب الكثير، وطائفة إنما هي قيعان لا تنبت كلى، لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. فذلك مثل من لم يقبل هدى الله الذي جئت به ولم يرفع به رأسه. فالذي لا يتفقه في دين الله ولا يتعرف على أحكام الشرع التي أمره الله بالقيام بها إهمالا لها وتكاسلا عنها، هذا دليل على أن الله لم يرد به خيرا. فإن قيل أن هذه سلب الإرادة خاص بهذه الناحية، يعني لم يرد به خيرا في هذا التفقه في أحكام الشرع، ويبقى قد يبقى له من وجوه الخير مثلا إيمانه في قلبه أو إحسان أو عبادة أو غير ذلك، أو يجرى الحديث على إطلاقه. الحديث على إطلاقه، لأن الذي المعرض عن كتاب الله وسنة نبيه عن تعلم إهمال ذلك. منه عن إهمال منه وعدم اهتمام، هذا دليل على عدم إيمانه. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا، وخيرا نكرة في سياق العموم، في سياق من، في سياق الشرط. نعم، في سياق الشرط فتعم، فدل على أن الذي لم يتفقه في دين الله أنه لم يرد الله به خيرا قط. وقلنا هذا بقيد أن يكون ذلك بسبب منه وإهمال منه. أما إذا كان هذا لسبب آخر خارج عن اختياره، وإلا هو يحب الخير ويريد الخير لكن لم يتمكن من التفقه في دين الله، فهذا معذور، ولكن على كل حال عنده قصور. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. نعم. إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن المراد قد كثرت. نعم. المؤلف رحمه الله ذكر أنه
وضع هذا المختصر من مقنع الإمام الموفق، وأنه على مذهب أحمد، على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. نعم. والمذهب هو ما قاله العالم بدليل ومات قائلا به، ما قاله العالم بدليل ومات قائلا به، هذا هو المذهب. وأحمد المراد به الإمام المبجل أحمد ابن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة والصابر على المحنة، من مؤلفاته العظيمة المسند المشتمل على 30,000 من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب التفسير المشتمل على 150,000 حديث، وله مؤلفات غير ذلك كالرد على الجهمية والزنادقة، وهو من أئمة الحديث الكبار، وهو شيخ الإمام البخاري ومسلم وأبي داود، كلهم من تلاميذه رحمه الله. ويقول فيه الشاعر: حوى 1,000,000 من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصلي. وفضائله كثيرة رحمه الله. ومذهبه من أشهر المذاهب وأقربها إلى الحديث، لأنه إمام المحدثين رحمه الله، فمذهبه أقرب إلى الحديث. وقالوا إنه لم يكتب مؤلفا في الفقه، وإنما أصحابه وتلاميذه تلقوا مذهبه منه تلقيا، من أقواله ومن أفعاله ومن رسائله، فتلقوا مذهبه بهذه الوسائل. قال: وربما حذفت منه، يعني من المقنع، مسائل نادرة الوقوع أي قليلة الوقوع، وزدت يعني بدلها ووضعت مكانها من الأقوال ما على مثله يعتمد، لأن المسائل النادرة يقل الاحتياج إليها، وأما المسائل المتكررة الوقوع فإن الناس أحوج إلى معرفتها من المسائل النادرة. ثم قال: وعلى صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، مع صغر حجم هذا المختصر حوى ما يغني عن التطويل، لأنه مختصر في ألفاظه لكنه غزير في معانيه، يجمع المسائل الكثيرة، فهو أميز المختصرات في مذهب أحمد، ولذلك اعتنى به طلبة العلم حفظا وتدريسا وعناية منذ ألفه المؤلف رحمه الله إلى وقتنا هذا. فهو ذكر لهذا المختصر عدة مزايا: أولا أنه من مقنع الإمام الموفق، وهو من أفضل كتب المذهب. ثانيا أنه على قول واحد وسلم من الخلاف الذي يشتت فهم ذهن الطالب. وثالثا أنه على الراجح، لا يذكر فيه إلا الراجح من مذهب أحمد. ورابعا أنه حذف المسائل التي يندر وقوعها وأبدلها بمسائل يحتاج الناس إليها غالبا. فهذه مزايا لهذا المختصر، وإذا تأملته وجدته كما ذكر رحمه الله، فهو لم يتزيد في المدح لهذا المختصر، وإنما ذكر واقعه. نعم. قال: ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، ختم هذه المقدمة بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه كلمة عظيمة. فهو بعد أن وصف هذا المختصر خشي على نفسه أن يكون قد زكى عمله، فلجأ إلى هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن العبد لا يملك أن يتحول من حال إلى حال إلا بحول الله وقدرته سبحانه وتعالى. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة أي لا قدرة على ذلك إلا بإمداد الله سبحانه وتعالى وإعانته. فهذا فيه البراءة من الحول والقوة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم العبودية لله عز وجل. وهو حسبنا ونعم الوكيل، كذلك هذه كلمة عظيمة، هذه كلمة عظيمة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبنا أي كافينا، أي الله كافينا، ونعم الوكيل أي الموكول إليه أمورنا، فالله جل وعلا هو الموكول إليه جميع الأمور. فالمؤمن يتوكل على الله ويكل أموره إلى الله ويفوض أمره إلى الله عز وجل. فضيلة الشيخ، في قول لا حول ولا قوة إلا بالله وقع فيها تصرف كثير يعني وابتعاد عن ضبطها بهذا النص الوارد، من ذلك قول بعضهم لا حول، ومن أشنائه قولهم والوقوف عليه لا حول أو لا حول ولا قوة، فهل فيها من النفي والإثبات مثل ما في لا إله إلا الله بحيث يلزم أن يذكر النفي والإثبات ولا يصح الوقوف على قول لا حول أو لا حول ولا قوة، أو أن نية العامي مثلا أو تعوده على تقطيعها عذر له بذلك؟ لا، لا بد من إكمالها، لا بد من إكمالها، ونطقها كما وردت لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يتم المطلوب منها ومعناها إلا بذلك، إلا بالإتيان بالنفي والإثبات، لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل لا إله إلا الله تماما، لأنها نفي وإثبات، نفي للحول والقوة من العبد، وإثبات ذلك لله وحده، فلا بد من الإتيان بالنفي والإثبات. فالاقتصار على بعضها قصور ولا يأتي بالمعنى المطلوب ولا يحصل به الأجر والثواب الذي رتب على قول هاتين الكلمتين. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم، بدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة، هذا شروع في المقصود. نعم، وبدأ بكتاب الطهارة لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأن الإسلام خمسة أركان كما هو معلوم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فالركن الأول وهو الشهادتان ألف فيه مؤلفات في العقائد، ومحله كتب العقائد، وأما الصلاة وما بعدها فمحله كتب الفقه، ولذلك بدأ بالصلاة. ولما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة بدأ بالطهارة، وذلك لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا بد، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط، فلذلك بدأ بأهم شروط الصلاة بعد الإسلام، وهو الطهارة. ولما كانت الطهارة تكون لا تكون إلا بالماء،
لما كانت الطهارة لا تكون إلا بالماء، بدأ ببيان أنواع المياه التي يتطهر بها. والطهارة في اللغة النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية، النزاهة والنظافة من الأقدار جمع قدر الحسية، مثل البول والغائط والدم وغير ذلك من النجاسات، هذه أقدار حسية وطهارتها بالماء. وأما الأقدار المعنوية مثل الشرك والمعاصي والذنوب، هذه أقدار معنوية وطهارتها تكون بالتوبة إلى الله عز وجل وبالتوحيد والنطق بالشهادتين، فإن الشهادتان طهارة من الشرك، والتوبة إلى الله طهارة من الذنوب والمعاصي. ولهذا قال قوم لوط في لوط عليه السلام وأهله: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني يتجنبون هذه الأقدار اللواط والشرك وسائر المعاصي التي كانوا عليها، فهم عابوهم لأنهم يتطهرون. وهذا مدح وليس هو بعيب، والله جل وعلا أنطقهم بالحق رغما عن أنوفهم، فهم ظنوا أن هذا من الذم وهو مدح لهم أنهم يتطهرون. هذه هي الطهارة. نعم. قال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا تعريف للطهارة بالمعنى، أي الطهارة الحسية، طهارة الحسية هي رفع الحدث وما في معناه. الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها، يمنع من صحة الصلاة ونحوها، وذلك كما لو حصل من الإنسان بول أو غائط أو خرج منه ريح، فإنه يكون قد قام به وصف يمنع من صحة الصلاة لو صلى. قام بوصف يعني اتصف بهذه الصفة، اتصف بصفة الحدث. اتصف بصفة الحدث، ولهذا الحدث الأصغر يمنع من أشياء، والحدث الأكبر يمنع من أشياء. الحدث الأصغر هو ما يوجب الوضوء، والحدث الأكبر هو ما يوجب الاغتسال، فكل منهما يمنع من الصلاة ومن الطواف بالبيت ومن مس المصحف، والحدث الأكبر يمنع من الجلوس في المسجد والمكث فيه، والحائض تمنع أيضا من الصيام إلى غير ذلك. فهذا معنى قولهم يمنع من كذا وكذا. نعم. هذا هو الحدث. وما في معناه أي في معنى رفع الحدث، مثل تجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة، ومثل غسل يد القائم من نوم الليل، فهذه أمور ليست بأحداث، ليست بأحداث، ولكن شرع للمسلم أن يستعمل لها الماء، فأمر القائم من نوم الليل أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فهذا في معنى رفع الحدث، لأنه ليس هناك حدث، وإنما هذا بمعنى رفع الحدث. ومثل تغسيل الميت، تغسيل الميت هذا بمعنى رفع الحدث، لأنه ليس هناك حدث ارتفع، لأن الموت لا يرتفع بالتغسيل، فتغسيل الميت هو بمعنى رفع الحدث، فهذه الأمور بمعنى رفع الحدث، وتسمى طهارة أيضا، تسمى طهارة. الغسلة الثانية والثالثة للأعضاء، الوجه واليدين
والرجلين ليس لأن هناك حدث، لأنه ارتفع بالغسلة الأولى، ارتفع الحدث بالغسلة الأولى، فالغسلة الثانية والثالثة طهارة، تسمى طهارة لكنها ليست رفع حدث. الغسلة الثانية والثالثة من الوضوء نفسه، من الوضوء نفسه، الوضوء الواحد يعني، ومن الاغتسال، ومن الاغتسال. الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والاغتسال ليس فيها رفع حدث، رفع الحدث في الغسلة الأولى، وإنما هذا بمعنى رفع الحدث. وزوال الخبث، الخبث هو النجاسة، والمراد بها النجاسة الحسية كالبول والغائط والدم وما أشبه ذلك، وهي ما يطرأ على محل طاهر، ما يطرأ على محل طاهر، فإذا وقعت النجاسة أو حصلت في مكان طاهر فإنه لا بد من غسل هذه النجاسة حتى يعود إلى طهارته فيصلح أن يصلى فيه أو يصلى به، فهذا يسمى زوال الخبث، إزالة النجاسة تسمى زوال الخبث أي إزالته بالماء. نعم. قال رحمه الله: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نعم. وهو الباقي على خلقته. نعم. لما كانت الطهارة متوقفة على الماء لقوله تعالى: وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، قال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لما كانت الطهارة متوقفة على الماء لا يقوم غير الماء مقامه في التطهير من سائر السوائل، لأن الله خص الماء بالتطهير. لما كان الأمر كذلك بدأ ببيان أنواع الماء، وأن منه ما يصلح للتطهير ومنه ما لا يصلح للتطهير، فقال: المياه ثلاثة، وهذه الثلاثة على سبيل الإجمال: طاهر، طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، هذا هو الطهور، الطهور بفتح الطاء، الطهور يعني طاهر في ذاته مطهر لغيره. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا يعني طاهر في ذاته ومطهر لغيره. وأما الطاهر فهو الطاهر في ذاته لكنه لا يطهر غيره كما يأتي. وأما النجس فهو ما غيرته النجاسة كما يأتي، ما غيرته النجاسة عن أصل خلقته كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. فالطهور يرفع الحدث الذي هو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع الصلاة ونحوها، ويزيل النجاسة وهي الطارئة على محل طاهر، هذا هو الطهور، أنه يرفع الحدث ويزيل النجس، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره من أنواع السائلات. فلو تطهر الإنسان بسائل غير الماء فإنه لا يرتفع حدثه ولا تصح صلاته، ولو غسل النجاسة بسائل غير الماء فإنها لا تطهر بذلك. ولو أزال هذا كالسائل؟ ولو أزالها، لأن بقاءها، لأن أثرها يبقى، أثرها على المكان يبقى ولو زال جسمها وجرمها عن المكان، لكن يبقى أثرها. فالله خص الماء بأنه هو الطهور دون غيره، وسيأتي بعض التفاصيل في هذا، وأن هناك أشياء قد تطهر بغير الماء. كما يأتي إن شاء الله، لكن هذا على سبيل الإجمال
ومن حيث العموم أنه لا يطهر لا يرفع الأحداث ولا يزيل الأنجاس إلا الماء، هذا هو الأصل. وقد يكون هناك أشياء مستثنات يأتي بيانها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. قبل هذا يقول: وهو الباقي على خلقته. نعم، وهو الباقي على خلقته، أي الطهور هو الذي يبقى على خلقته التي خلقه الله عليها، لم يطرأ عليه تغيير، يبقى على خلقته من برودة أو حرارة أو ملوحة أو عذوبة، هكذا خلقه الله، فهذا هو الطهور. أما إذا تغير عن أصله فلا يخلو، إما أن يكون تغير بشيء طاهر أو تغير بشيء نجس. فإن تغير بشيء طاهر فهذا فيه تفصيل يأتي إن شاء الله، وإن تغير بشيء نجس فهذا نجس بالإجماع كما يأتي. نعم. قال: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. نعم، الطهور ينقسم إلى أقسام: طهور بالنسبة للرجل والمرأة، هذا واحد. نعم. الثاني: طهور بالنسبة للمرأة دون الرجل كما يأتي. الثالث: طهور مكروه الاستعمال، مكروه الاستعمال وتصح الطهارة به، وذلك إذا تغير الماء عن أصل خلقته بمادة طاهرة. فإن كانت هذه المادة الطاهرة غير ممازجة، يعني غير مختلطة بالماء، كقطع كافور وهو نوع من الطيب، نوع من الطيب معروف إذا وضع في الماء لا يختلط معه، هذا لا يضر، الماء طهور وباق على أصله. كقطع كافور أو دهن، معلوم أن الدهن يطفو على سطح الماء ولا يختلط به، لا يختلط به، هذا أيضا لا يضر، يبقى الماء على طهوريته لا يضر ولا يسلبه الطهورية. كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي، ملح مائي، الملح معروف وهو ينقسم إلى قسمين: ملح مائي وملح معدني. الملح المائي هو الذي كان أصله الماء ثم تجمد وصار ملحا، مثل السبخة من الأرض إذا مر بها الماء اكتسب من ملوحتها ثم تجمد وصار ملحا. نعم. ويأخذه الناس للطعام، هذا يسمى الملح المائي، هذا إذا وضع في الماء لا يسلبه الطهورية لأن أصله الماء، فعاد إلى الماء، إذا ذاب عاد إلى الماء فلا يسلب الماء الطهورية، يبقى الماء طهورا. أما الملح المعدني وهو ويسمونه الملح الجبلي، فهو الذي يكون من أجزاء الأرض، معدن خلقه الله في الأرض، ملح معدني يعني مقيم في الأرض خلقه الله منها، فهو من أجزائها. فهذا إذا خالط الماء وأثر فيه فإنه يبقى على طهوريته، ولكن يكره استعماله لأنه ليس بماء مطلق، فيجوز التطهر به لأن الذي خالطه طاهر، لكن يكره استعماله لأنه تحول من أصل وضعه إلى وضع آخر. نعم. قال: أو سخن بنجس كره. أو سخن بنجس كالروث، روث الحمير أو الشيء النجس، فإنه يكره استعمال هذا الماء وإن كان طهورا، لأنه قد يتصاعد شيء من أجزاء النجاسة مع الدخان فيؤثر في الماء. فالماء هذا طهور إذا سخن بنجس، هو باق على طهوريته، يصح
يصح التطهر به، لكن تجنبه إلى أحسن منه هذا أفضل. وإن تطهر به صحت طهارته، لكن مع الكراهة خشية أن يكون قد تأثر بشيء من أجزاء النجاسة. أحسن الله إليكم. ندعو إكمال المتن إلى لقائنا القادم إن شاء الله، ونشكر لكم إخوتنا المستمعين حسن استماعكم، كما نشكر لضيفي لقائنا فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، ما تفضل به من البيان. وحتى نلقاكم في موعدنا القادم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.